نجدد لكم التحية مشاهدينا الكرام، وإلى آخر مواضيع أمسية الليلة، حيث عقدت الجلسة الأولى من الدورة الثالثة للبرلمان العربي للطفل في الشارقة بكوكبة جديدة من أطفال الوطن العربي. ومن أعمال الجلسة الأولى التي عقدت في مقر برلمان إمارة الشارقة في المجلس الاستشاري، للحديث أكثر حول الدورة الثالثة للبرلمان العربي للطفل سينضم إلينا عبر هذا الاتصال الهاتفي سعادة الأستاذ أيمن باروت الباروت، وهو الأمين العام للبرلمان العربي للطفل. مساء الخير أستاذ أيمن، وحياك الله معنا. مساكم الله بالنور والسرور، وأنا شاكر المتابعة الدائمة من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون لجميع أخبار البرلمان العربي للطفل. الله يحفظك. يعني بداية سعادتك، حدثنا عن وقائع، كيف كانت مجريات وقائع هذه الجلسة للبرلمان العربي للطفل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الدورة أتت بعد انتخابات كانت عبر الاتصال المرئي في فترة جائحة كورونا، ولله الحمد الله رفع عنا هذه الجائحة وعن جميع البشر في العالم. آمين. هذه الدورة جاءت مميزة، المنافسة كانت يعني ساخنة بين المرشحين لجميع مناصب هيئة البرلمان. هيئة البرلمان هي رئيس البرلمان والنائب الأول والنائب الثاني ورؤساء لجنتين، لجنة حقوق الطفل ولجنة الأنشطة. ما شاء الله على بناتنا اكتسحن يعني النتائج في المناصب الخمسة لكفاءتهم وثقة جميع زملائهم في توليهم هذه المناصب. جميع الانتخابات كانت على مستوى جولتين لشدة المنافسة بين المرشحين ولقوة البرامج المطروحة من قبلهم. نعم. لله الحمد متأملين خير إن شاء الله من أبنائنا، كعادتهم إبداعاتهم في المشاركات، سواء مشاركاتهم الوطنية أو مشاركات البرلمان العربي. صحيح. يعني البرلمان العربي للطفل كما هو معتاد يناقش في جلساته مواضيع متنوعة تلامس اهتمامات واحتياجات هذا الجيل من الأطفال. سؤالي، كيف يتم اختيار مثل هذه المواضيع سعادتك؟ هذه الموضوعات اللي تم مناقشتها تحت قبة البرلمان تتم بالتشاور ما بين أمانة البرلمان العربي للطفل وأمانة جامعات الدول، وفتحنا مجال للأطفال العرب لعرض مقترحاتهم أو إرسال مقترحاتهم حول الموضوعات المستقبلية. فيعني جميع الموضوعات المطروحة للمناقشة في جلسات البرلمان العربي للطفل لا تخرج عن دائرة مقترحات الأطفال أنفسهم، لأن احنا نقوم بدراسة هذه المقترحات ونرتب الأولويات طبعا بالتعاون مع أمانة جامعة الدول العربية، ونطرح الموضوع في يعني للجلسات تباعا. موضوع الجلسة هذه كان حق الطفل في المشاركة في اتخاذ القرار، للتأكيد على حق الطفل في المشاركة وتجسيد عملي لمشاركة الطفل بحيث أنه ينتخب من يمثله في رئاسة البرلمان والنائب الأول والنائب الثاني بالإضافة إلى اللجان. صحيح. الفترة القادمة إن شاء الله بيكون على عاتق هيئة البرلمان عمل كثير في رفع المقترحات ومناقشة زملائهم، وخاصة أن جميع وسائل التواصل حاليا صارت سهلة ما بين يعني ما بين جميع دول العالم، لذلك احنا يعني بنحدد اجتماعاتنا غالبيتها تكون على منصات التواصل المرئي. نعم. وبالإضافة إلى البرامج الثانوية ويعني البرامج المعتمدة السابقة والبرامج الجديدة. صحيح. طيب، هل من برامج تأهيلية سعادتك لهؤلاء الأطفال من أعضاء البرلمان العربي للطفل بعد التحاقهم في أو بعد انتسابهم والتحاقهم بهذا البرلمان؟ خلال فترة الاستضافة في إمارة الشارقة تم تنشين الدبلوم المهني للبرلمان العربي للطفل للعمل البرلماني. طبعا هذه النسخة بعد نجاح النسخة الأولى من هذا الدبلوم المهني أدخلنا بعض التطويرات لمحتوى هذا الدبلوم بعد الأخذ برأي المشرفين، مشرفي الدول العربية مشرفين على الأطفال، وخاصة أن مجموعة كبيرة منهم متخصصين في هذا الجانب، والأخذ بمقترحات الأطفال نفسهم على جميع المحتويات أو المساقات اللي كانت مطروحة في النسخة السابقة، وبحيث أنه
يعني يكون الدبلوم متوائم مع متطلبات المستقبل ويخدم الفترة الحالية في عضوية الأطفال. نعم كان الهدف من تدشين الدبلوم أثناء وجود أعضاء البرلمان العربي للطفل هو يعني أن ندخلهم في أجواء الجامعة، صحيح، آفاق الجامعة. لا شك بأن يعني هذا البرنامج التأهيلي الذي ينعقد مع جامعة الشارقة سبق وأن تم تخريج مجموعة من الدفعات المتتالية من هذا البرنامج، وهو نتيجة شراكة بين البرلمان العربي للطفل وجامعة الشارقة. وصلنا للختام سعادتك، أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في دور الانعقاد الحالي الخاص بالبرلمان العربي للطفل. شكرا جزيلا لك، الله يحفظك يا مرحبا. إذن مشاهدينا إلى هنا نصل إلى ختام فقرات برنامج أماسي لهذه الليلة، دمتم في حفظ المولى وإلى اللقاء.